مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا في البداية مش عايزة حد يزعل أبدا أنه إحنا نسينا تهنئة امبارح، بس بأمانة أنا ما جاتليش التهنئة، فإحنا حبينا أن إحنا النهاردة نقول التهنئة لأصدقائنا ومشاهدينا الكرام ما وصلتنيش المسج بتاعتهم. فعلا أنا عندي الشبكة بس داخل الاستوديو تبقى صعبة شوية، ما جاتليش من امبارح، لكن هنقولها النهاردة طبعا عشان عندنا تهنئات لطيفة جدا. بفكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. الصفحة دي احنا بننزل عليها كل حاجة بنعملها من خلال الحلقات بتاعتنا على قناة المحور. بنقسم المكونات بتاعتنا، عملنا وصفتين او ثلاثة بننزلها على بارتس كده يعني خاصة بيها عشان نسهل على حضراتكم الدخول على الجزئية اللي انتوا حابين تشوفوها من غير ما تحتاجوا تشوفوا الحلقة كاملة. كمان بناء على طلب حضراتكم بقينا ننزل اللينك كامل، وده عشان تحتفظوا بالتهنئات، ولو في معانا مداخلات من دكاترة متخصصين تبقوا في الأرشيف عندكم كمان تحتفظوا بيها. أنا دي صفحتنا، بفكر حضراتكم بيها تاني. أنا من خلال طبعا التعاون مع السوشيال ميديا من خلال قناة المحور، سواء على مطبخ عظيمة أو على الشيف عظيمة حمدي بالعربي صفحتي الشخصية، برد على كل استفساراتكم، بنزل لكم كل حضراتكم عاوزينه، وما تقلقوش أنا متواصلة معاكم طول الوقت. خليني في البداية أقول التهنئة. في أولا تهنئة خاصة ب لميسرة أحمد عز الدين طه بمناسبة تخرجها من كلية الإعلام جامعة القاهرة بتقدير امتياز، ما شاء الله وألف ألف مبروك يا ميسرة. التهنئة دي جاية لك من مقدمة من عمتك إحسان عز الدين طه وبناتها سلوى وعفاف وأمل وأزواجهم وأولادهم، وربنا يوفقك دايما يا ميسرة، هم بيحبوكي جدا جدا. في كمان تهنئة مقدمة من من خالك الأستاذ أحمد عز الدين طه وزوجته. مين تاني؟ تمام، هو يعني أحن خلف الدنيا، ربنا يا رب يخليكم لبعض ودايما كده في أخبار سعيدة ودايما من نجاح لنجاح كل العيلة، وتسعدونا ودايما تهنئتكم من خلال برنامجنا مطبخ عظيمة على قناة المحور. طيب عندي تهنئة كمان لداليا، هي من أم داليا لبنوتتها، شوف دلوقتي اسمها حالا اهي، ملك محمد، هي ملك محمد عيد ميلادها كان 4/8. حبيبتي كل سنة وانتي طيبة يا ملوكة، وربنا يخليك الماما يا رب عقبال ما تفرح بيكي وشوفك عروسة قد الدنيا. وما تزعليش انا بعتلك الكيكة الاسفنجية، لكن احنا كمان احتفلنا وحبينا نهنيها من خلال برنامجنا يا ام دالي. طيب خلينا بقى نقول دلوقتي بسم الله احنا هنعمل ايه النهاردة ان شاء الله في حلقتنا. احنا هنعمل مكرونة، هندخل فيها شوية الخضار، يعني سبانخ، مشروم، كريمة، وصفة كده لطيفة إن شاء الله تعجب حضراتكم للي ما جربهاش، لكن هتبقى حاجة لطيفة جدا. هنعمل كمان صدور الباني أو الفراخ الباني، عشان في أكتر من حد كان من أصدقائنا طلب التتبيلة بتاعتها، هنعملها بتتبيلة بسيطة برضو لطيفة ونحمرها مع بعض. هنعمل رموش الست، هو صنف من أصناف الحلويات المحببة، بسيطة وسهلة، خلينا ايه نعمل حاجات كده بسيطة وموجودة، ممكن تكون كمان الخامات بتاعتها موجودة عندنا في البيت فنستخدمها ونعمل منها صنف لطيف جدا. هقول لكم التبس بتاعته، هنعمل الشربات برضو مع بعض عشان اصدقائنا اللي سألوا على طريقة الشربات. طيب هقول بسم الله الأول، نبدأ على تتبيلة الفراخ البانيه. هنعملها ازاي؟ تتبيلتها سهلة وبسيطة جدا. عندي نص كيلو او كيلو من الصدور زي ما انتم عايزين، عندي بصل مفروم وثوم مفروم، علبه من الزبادي، عندي كمان معلقه كبيره من المستارده، ودي اختياري، اللي مش حابب من المستارده ما يحطهاش. عندي خل حوالي معلقتين كبار او ثلاثه من الخل، عصير ليمون حوالي مثلا 5 معالق من عصير الليمون على الكيلو، ملح وفلفل، جوز الطيب، حبهان مطحون، بيض وبقسماط، وزيت للقلي. هنقول تاني المقادير مره تانيه، الفراخ البانيه عندي كيلو من الصدور البانيه، عندي بصل مفروم، ثوم مفروم، علبه من الزبادي، معلقه كبيره من المستارده، خل، عصير ليمون، اللي مش عايز يحط مستارده ممكن يحط نص معلقه من السماق المطحون، عندي بهارات، جوز الطيب، حبهان مطحون، بيض، بقسماط، زيت للقلي. مش عايزين ننسى يا ايه انه عندنا مدام سهام امبارح
كانت طالبه منها طريقه الهريسه، فمن فضلك لو جهزتوها قولوا لي علشان ننزل طريقه الهريسه ونقول لمدام سهام احنا عملناها ازاي. طيب اول حاجه هياخد البصل، خليني بقى ايه اخد معلقه كده لطيفه، واخد الملح والفلفل جنبي. التتبيله دي تتبيله عبقريه الحقيقه، ان شاء الله يا رب لما تجربوها تعجب حضراتكم، التست بتاعها حلو قوي. بس هي المهم ان احنا نحط التتبيله وقت كافي جدا، يعني انا شايفه انها مش اقل من 4 ساعات، ممكن فيما فوق او قبل الليل. طيب عندي بصل مفروم او مبشور اللي انتوا عاوزينه، وعندي توم مفروم فريش. طالما تواجدت الحاجه الفريش نستخدم الحاجه الفريش. طيب عندي بسم الله معلقه المستردة، واتفقنا اللي مش حابب المستردة ممكن يحط مكانها نص معلقه من السماق المطحون. عندي الزبادي، دي علبه زبادي اهي بالميه بتاعتها، اوعوا ابدا ترموا الميه بتاعت الزبادي اصلا، لان هي دي البروتين اللي فيه اللي بيطلع من الزبادي، يعني بنقلبها وناكلها، هي اساسا جايه منين؟ يعني جايه منه اصلا. طيب عندي الخل، عندي عصير الليمون، يبقى انا حطيت بصل مفروم، ثوم مفروم، حطيت علبه زبادي، وحطيت معلقه من المستردة، و الخل والعصير الليمون. دي رشه كده حبهان مطحون، اللي عايز يحط جنزبيل باودر يحط، وادي البهارات. ملح فلفل هنحط دلوقتي حالا. تتبيله لطيفه. ادي كده اولا الزبادي ده بيدي طراوه كده حلوه جدا لاي نوع من انواع الدجاج، بيطري اللحم بتاعها حلو قوي. وملح وفلفل، وهبدا بقى ايه بسم الله اخلط كده الخليط ده مع بعضه. باخد بقى اجيب الصدور بتاعتي وابدا بقى انقعها في التتبيله دي. اللي عايز يزود شويه عصير ليمون يزود. هاخد بقى الصدور، البس جلابس بس كده. لما بننقع الفراخ تشرب التتبيله بتفرق معانا، تبقى كمان ساقعه الخليط. هاخد بقى الصدور بسم الله. التقطيع بقى ترجع لحضراتكم، حابين بقى تعملوها شرايح رفيعه، في ناس تحب تاخد الصدر على 3 قطع، على في ناس تحب تعمله على 2، انا بصراحه بحب اعمله على 2 علشان ادق فيبقى الصدر كده مفرود وكبير، فتبقى القطعه كده ما شاء الله ايه حلوه. لكن برضو القطع دي مش وحشه، الشرايح دي ما فيش مشكله خالص. وبعدين اما هعمل التتبيله دي، طيب ننزل الهريسة عشان نقولها لمدام سهام، وانا بغطي كده بس الفراخ. مقادير الهريسة يا مدام سهام حضرتك طلبتيها مننا. انا عملت ايه؟ عندي نص كيلو من الفلفل الاحمر القرون الفريش، وعندي نص كيلو فلفل رومي احمر حلو مجفف جبته من عند العطار. ممكن اجففه في البيت، ممكن ان انا احطه على ورق زبده بعد ما اغسله كويس وادخله الفرن يتجفف مع رشه من زيت الزيتون. طيب عندي حبه ليمون مخلله، ليمونه مخلله موجوده، هجيب ليمونه مخلله معاها راس توم، يعني حوالي 10 فصوص توم. عندي نص كوبايه من زيت الزيتون، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، وعندي معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكرويه، ومعلقه صغيره من الملح. كل اللي انا عملته ان انا فكرة الفلفل المجفف، يا إما جففت القرون دي زي ما كنا بنحطها كده في خيط ونجففها في الهواء في المطبخ لحد ما تبقى تنشف خالص وتبقى تمام، يا إما أنا هجففها في الفرن فتبقى حاجة أسرع، يا إما هشتريها من عند العطار جاهزة وهنقعها في مية. الفكرة إن الفلفل المجفف ليه طعم، ليه نكهة مختلفة زي نكهة التدخين كده، فلما بيتحطوا مع الفلفل الفريش بيدي يعني بيدعم كده طعم الفلفل. انا خدت كل دول حطيتهم في الكبه وضربتهم مع بعض كويس جدا، وصبيت من فوق زيت الزيتون لحد ما بقى خليط عندي. في ناس
في مشاهدة فاضلة كانت اتصلت بينا وقالت لنا انها بتعمل الهريسة دي بيضربوها في الخلاط في اسكندرية وبعدين بيصفوها. الحقيقة هي بتتباع مجروشة، فأنا ما عنديش مشكلة لو حضرتك عايزة تستخدميها كده بعد ما تتضرب في الكبة وتبقى مجروشة ناعم قوي قوي، حضرتك عايزة تضربيها ضربة كمان في الخلاط مفيش مشكلة، بنحطها في برطمان إزاز معقم وبغطيها بشوية من زيت الزيتون علشان أفضل محتفظة بيها. المهم إن أنا أحطها في التلاجة، والأهم من ده إن أنا لما أستخدمها بمعلقة ما اخدش المعلقه احطها في الاكل وبعدين ارجع اخد بنفس المعلقه تاني من البرطمان، ده يعني هيفسدها فورا وانا مش مع الفكره دي. هاخد معلقه تانيه جديده احسن لي واخد منها الخليط افضل محافظه عليه، وكل ما ينقص الزيت من على وش الهريسه نحط نقطتين كمان، وهكذا مع برطمانات الصلصه الزجاج. طيب انا غطيت كده، حطيت البلاستيك كده على الخليط اولا عشان ما يديش ريحه في الثلاجه يكرف حاجات موجوده جوه ثلاجتي، ممكن اغطي كمان من فوق وبعدين ندخلها في الثلاجه تاخد وقتها من ساعتين لاربعه او ممكن تبات ليله براحتكم لو هتعملوا كميه وتحتفظوا بيها. احطه بقى في جنب هنا. المرحله الثانيه اللي كلنا عارفينها اللي هي انا باخد البيض، اكسر البيض احط عليه رشه ملح وفلفل وبحط معلقه ميه او معلقه لبن لاني لازم اخف القوام اللي هو فيه اللزوجه ده عشان يساعدني ما يبقاش مضايقني وانا بعمل البريدنج او التغليفه بتاعه الفراخ. طيب كمان عندي البقسماط، انا افضل البقسماط انا ما بشيلوش بره، بشيله في الثلاجه الحقيقه يعني عشان يبقى ساقع، فده بيفرق معايا جدا وما بحتاجش احط في دقيق لان انا بحاول ابطنها كويس قوي. اهم حاجه ان انا مسقعه الخليط، اسقع الخليط بتاع الفراخ بعد ما اعملها في البريدنج ده واضغط كده كويس جدا جدا جدا، احطها بقى ارصها في صينيه اعمل فواصل بينهم من اكياس الثلاجه لو هخزن في الفريزر، واقفل كده بالكلام فيل واحطها ده لو هخزنها، او قبل الاكل حوالي نص ساعه اسيبها بس نص ساعه تسقع شويه تمسك نفسها عشان البريدنج بتاعها ما يقعش. هستنى بس دقيقة عشان أنا بجرب كده بالبقسماط شوف الزيت أخباره إيه، نحمر وإحنا مع بعض. لسه شوية عليه. دي أهم حاجة، أي حاجة نعملها بريدنج أنا بقول لحضرتك سواء كفتة أو غيره أي حاجة من البانيهات اللي بتتغلف بيض وبقسماط خلينا دايما نريحها ونسقعها، يعني علشان دي بتفرق جدا معانا انها تبان حاجه متماسكه ما ينزلش الغلاف من عليها. كمان نوعيه البقسماط اللي هنستخدمه مهمه جدا. نوعيه العيش لو انا عندي عيش او توست او حروف توست هاخدها احمصها واطحنها واخلطها قوي قوي. ممكن بقى انكه البقسماط ده، يعني انا على البقسماط ده ممكن انكه رشه فلفل رشه زعتر بس معلقه صغننه على كميه البقسماط تدي نكهه للفراخ البانيه من بره، البريدنج نفسه ليه طعم. فاحنا ممكن نعمل كده جدا. طيب بسم الله. ها؟ وبعدين نبدا بقى نطلعه على ورق مناديل المطبخ. فراخ البانيه كمان من الوجبات السريعه اللي دايما كنا نعملها مع المكرونه شويه سلطه، فاحنا حبينا ايه نقدم الفراخ البانيه المره دي لان عملنا بقى كفته السمك وحاجات، فايه ندخل شويه على الحاجات دي. ومش ناسيه طبعا المعجنات، مش ناسيه مدام سميره حبيبتي طلبت معجنات، حاضر. بحمر بقى الصدور، مش مهم يبقى الزيت عميق فظيع، وانا بصراحه بحب اعملها في زيت نباتي فقط ما بحبش اضيف لا زبده ولا سمنه ولا حاجه خالص، هي في الزيت بس. اجهز بقى طبق كده عليه المناديل كده، نار عالية مش هقلبها، أهم حاجة إني ما أقلبهاش إلا لما القشرة دي تمسك شوية وتبقى جامدة عشان ما تتكسرش مني. طيب شوف لو في ملقط أنا أشيل بيه كمان يبقى ألطف. حاجة كده أقلب بيها تبقى أسرع. تمام. احنا محتاجين قبل المدارس ان شاء الله نعمل
شويه حاجات لتجهيزات قبل المدارس. انا عارفه انكم طالبين العيش والطوس، عشان بس عايزه اقول لحضراتكم ان احنا في بالفعل حلقات احنا كنا عاملينها باك اب عشان وقت الدراسه، ان احنا نعرضها في وقت الدراسه لحضراتكم، هتبقوا حابين الوصفات دي. فاحنا في حاجات اوريدي اتعملت، هنعمل الحاجات اللي ما اتعملتش واللي بناء برضو على طلب حضراتكم، علشان احنا اي حاجه بتطلبوها انا بحطها في الاولويات، بتتحط في جدول الاسبوع اللي بعده، بتبقى فرقه معانا جدا عشان تبقى اولويات حضراتكم في الاول. تمام، هنعمل الجاتو شاتو، انا مش ناسيه جاتو شاتو الشوكولاته والفانيليا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نعمله، علشان يبقى اصدقائنا اللي حابين يعملوا وصفه سهله خاصة بجاتوهات أو حاجة لمناسبة، تبقى حاجة سريعة، وصفة سريعة جدا تضرب كلها في الخلاط، يعني لطيفة جدا إن شاء الله تعجب برضو حضراتكم. لحد بس ما ندخل على أوائل الشتاء كده ونبدأ إن شاء الله في الأكلات الشتوية والمحوجة والحاجات الشتوي بقى والشربات الجميلة والأكلات الشتوية الحلوة. هعمل كام وصفة كده بالمانجا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، علشان قبل ما موسم المانجا كده نظبط الدنيا إن شاء الله. بصوا بقى أقلب تاني، عشان أنا كل ما بقلبها محمرهاش من جنب وجنب لأ، وأبقى بالمعنى الأصح بحط الصدر من الناحية دي يستوي شوية وأقلبه الناحية التانية ياخد نفس السوى، علشان يبقى من جوه مظبوط جدا ودرجة اللون لا تغمق ولا تبقى ناحيه غامقه ولا ناحيه فاتحه. اهم حاجه ان الزيت يبقى مظبوط، انا ما بحطش سمنه ولا زبده لانه احيانا بيساعد على فك البريدنج بتاع التغليفه بتاعه الفراخ دي، انا ما بحطش. طيب كده اللون بقى الذهبي الحلو ده، في ناس بتحب قوي تحط على البانيه ده شرايح كده جبنه، سواء بتاعه البرجر او الجبنه التشيدر، وتاكلوا كده بالشوكه والسكينه كطبق. طيب معانا ام داليا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، كل سنه وبنوتك طيبه. وانت طيبه مرسي قوي على التهنئه الجميله اللي انت بعتها لنا. على ايه حبيبتي؟ على ايه؟ ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. كنت عاوزه اسال بس على الكيكه الاسفنجيه، لو انا حطيت فيها نشا مش هتنشف؟ لا مش هتنشف، لان نسبه النشا اللي فيها قليله، ما تخافيش، هي هتخليها كريسبي، وانت هتسقيها كده كده لازم بما انك هتعمليها تورته. ايوه تمام، فده افضل، ما تقلقيش. انا بشكرك قوي. العفو حبيبتي، العفو العفو، تواصل معايا كده دايما، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي يا رب. تسلمي ام داليا، شرفتيني يا حبيبه قلبي، تسلمي لي ويسلم ذوقك. بقالي كتير ما سمعتش مدام احلام حبيبتي، وحشتني، ومدام ناديه، وام اسلام عندها غياب، طب ام جوزيف معاها حق يمكن علشان هي عندها حفيده جديده، يعني كده ايه، في تاخير صح؟ في تاخير، في كلام كبير هيحصل. حاضر انا اطلع دول وهبدا احمر الباقيين. بصوا بقى البريدنج اللون، خليني انا ابدا اكمل تحمير، واسمحوا لي مشاهدينا الكرام نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي وصفاتنا. فاصل ومستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. قبل الفاصل انا حمرت شويه من البانيه، هوريكم شكله دلوقتي، بحمر اخر قطعتين عشان اكمل الطبق. لكن خليني اقول انه البانيه صدقوني، جربوا بس الوصفه بالشكل اللي بقوله حضراتكم ده، عشان اصدقائنا اللي بيقولوا لي بيفك بينهم على طول، مش هيفك ابدا صدقيني. وبما ان انت خلاص بتكبسيه كويس وانت بتنزليه كويس، خلاص تاكدي انه تمام. حطي بقى رشه كده من البقسماط وحطيه في الصينيه ويتغطى ويدخل الثلاجه، يمسك نفسه كده يبقى لطيف، يتحمر زي ما احنا عملنا، طالعه الواحده بوحدتها ولطيفه جدا. طيب خليني اقول لحضراتكم الاول، احنا معانا تليفون ولا هنقول الوصفه؟ طيب احنا هنقول وصفه الاول، المكرونه بالسبانخ، وانا برضو بحمر باقي الفراخ جنب حضراتكم. عندنا المكرونه بالسبانخ والمشروم، هي نص كيلو من المكرونه، انا اخترت شكل القواقع، يعني ايه بحبيت اغير، لكن طبعا الاختيار يرجع لحضراتكم. بصله مفرومه، ثوم مفروم، 200 جرام من السبانخ، لو احنا جايبينها فروزن هنصفي الميه بتاعتها كويس قوي ونعصرها، ولو هي فريش هنستخدمها على طول بعد ما تتغسل وتتقطع. عندي كوبايه من المشروم سواء فريش او مشروم علب، زيت زيتون،
ورق لورا، جوزة الطيب، معلقتين كبار من الزعتر الفريش، 3 معالق كبار من الصلصة، كوبايتين من الكريمة، ملح وفلفل. كمان مرة، مكرونة بالسبانخ والمشروم، نص كيلو من المكرونة، القواقع، عندي بصلة مفرومة، ثوم مفروم، 200 جرام من السبانخ، كوباية مشروم، زيت زيتون، ورق لورا، 2 معلقة كبيرة من الزعتر الفريش، 3 معالق كبار صلصة، مع كوبايتين من الكريمة مع ملح وفلفل. اللي مفيش عنده زعتر فريش مفيش مشكلة، احنا ممكن نستخدم الزعتر المجفف، ما يجراش حاجة. انا دلوقتي خلاص اخر حاجة بس اقلب دول، واتفقنا ان انا بحمر البانيه في زيت نباتي فقط وليس زبدة وحركات. طيب كده زود بس على النار، تمام. هبدا بقى اعمل ايه، هحط زيت الزيتون في الحله عادي جدا، وبعدين حطيت زيت زيتون، هاخد بقى البصل اول حاجه، البصل والثوم. طبعا السبانخ بتليق جدا مع الفصين الثوم، مع البصل بيليق معاها قوي جوزة الطيب. خليني اقول كده بسم الله، بصل مفروم وفصين من الثوم حلوين كده علشان السبانخ. هحط رشة من الملح والفلفل، اوريدي الملح بيساعد البصل على انه ينزل المية والسوائل فيبدأ يتحمر معايا اسرع. كمان بحب اطعم البصل. معانا ام جوزيف، السلام عليكم. شوف عظيمة، ازيك؟ طبعا سلام يا حبيبتي. عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ الله يخليك، انا بشكرك على سلامك لينا والله حبيبي علينا. بس طبعا انت عارفه ظروف الحفيده لما جت لنا، طبعا طبعا بقى طبعا يا عم بقى، مين قدك؟ طبعا خلاص مريم خدتك مننا، ربنا يخليها لك يا رب. امين يا رب. وبالنسبه لام سلام كان عندها حاله وفاه، مره دخلها الثالث امبارح. لا البقاء لله. طبعا لا يا حبيبتي، لا انا اكلمها واطمئن عليها. تسلمي، ما نجيلكوش في حاجه وحشه ابدا ابدا، ولا انتوا ولا مشاهدينا الكرام كلهم. يا رب الله يخليكي يا عمري. تسلمي يا ام جوزيف، بتسالي علينا بامانه، بس معلش الظروف زي بعض. ولا يهمك، دايما اسمع عنكم كل خير يا ام جوزيف. يا رب يا رب يا عمري، ربنا معاك وربنا يديك الصحه، وحلقه جميله انت عاملاها، ربنا يحميكي. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي يا رب. شكرا لاتصالك يا ام جوزيف، حفظ الله، مع الف سلامه حبيبتي، مع الف سلامه. لا طبعا بنعزيكي ام اسلام حبيبتنا، البقاء لله، ويا رب دايما نكلمكم في الافراح ويجعلها اخر الاحزان للجميع يا رب. ما نشوفش عند حضراتكم ولا مشاهدينا ولا سامعين حاجه وحشه ابدا. طيب معانا استاذه فاطمه من القاهره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخلي حضرتك ليكي على كل حاجه بتعمليها. الله يبارك لك يا فندم، تسلمي لي يا رب. ربنا يخلي حضرتك ويخليكي لينا يا رب. ربنا يخليكي. وايه، مالكيش اي طلب مدام فاطمه؟ اه طبعا ليه، انا اول مره اتصل بحضرتك والله. ده شرف لينا يا فندم، والله شرف ليا يا حبيبتي. ربنا يخليكي، ده انا اللي سعيده جدا بحضرتك والله. الله يخليكي يا فندم، من ذوقك والله، اسلمي لي. تعيشي، ربنا يخليكي يا رب. انا بعد اذنك عايزه اعرف، في بسبوسه اكياس عاديه كده بتتباع في السوبر ماركت، و الطريقة اللي عليها أنا عارفة إن هي غلط، لأن ما فيهاش زبادة خالص، مية. تمام. من ضمن مقاديرها مية. مية مظبوط. وفي دقيق سميد أنا جبته من عند عرفة الكنفاني اللي هو بالكيلو عادي يعني. ماشي السايب. أنا عارفة إن ده كويس جدا، أحلى من الأكياس يعني. تمام. كويس. أو المشكلة مش في الدقيق بقى، إن كان كيس أو من السايب، لا المشكلة في المقادير. أنا أقول لك المقادير. المقادير هنا بتختلف عن هنا؟ بصي بقى، اللي بيبقى السميد السايب ده بيبقى لا نوعيته مختلفه شويه، زي بالظبط ما نجيب برغل جوه اكياس بيبقى متفلتر اكتر، فبتاخدي منه، بتاخدي الكميه اللي بقول عليها بتبقى مظبوطه. وفي احيانا برغل تاني بتجيبيه من عند العطار تحسي انه نفش جدا واداكي كده ايه، يعني احساس مش لطيف. فهي الانواع طبعا بتختلف. انا هعمل البسبوسه دي، انا هعملها الاسبوع الجاي ان شاء الله، وشوفيها معانا، واوعدك ان انا هعملها بالسميد اللي من عند العطار. يعني انا هجيب السميد ده سايب من عند العطار، علشان اصدقائنا اللي بيجيبوا السميد من عند العطار يعني يعرفوا الطريقه دي ازاي وبالمقادير بتاعتها. من عينيا، حاضر. كمان كانت طلبتها مننا مدام كريمه اسكندريه، انا فاكره. حاضر من عينيا. انا هحط دلوقتي الزعتر اللي موجود عندي ده، زعتر فريش، جوزة الطيب، في ورقتين لورا،
هقلب بس شويه كده اشوح السبانخ، وبعدين هضيف المشروم. المشروم لو عندي فريش هضيف بعديه فص ثوم صغير عشان بس احيي الطعم فيه كده، ولازم رشه ليمون، لازم رشه عصير ليمون اهي، تدي مزازه. ولو المشروم فريش عشان ما يسودش انا في الحالتين بحطه معانا. ام احلام سلام عليكم. اتكلم. اي يا فندم اتفضلي، انا معاكي. اهلا وسهلا مدام عظيمه. ايوه يا فندم اتفضلي. ربنا يكرمك يا مدام عظيمه. الله يسعدك يا حبيبتي، ربنا يخليكي مدام احلام. انا احلام مش ام احلام. مدام احلام معلش، قالوا لي ام احلام معلش يا فندم. بقول لك يا مدام عظيمه اتفضلي. فندم دلوقتي حبيبتي انا بعمل بسبوسه بالطرق المظبوطه وبتطلع ناشفه مني مش عارفه ليه، والزبادي بحط لها المقادير، ما اعرفش بقى لعيب في ايه. انت بتحطي الشربات يعني حاجه سخنه وحاجه سخنه حاجه سخنه برضه. الشربات بيبقى سخن. ولما بتحطي الشربات سخن عليها بيتشرب بسرعه ولا لا؟ لا بياخد صعوبه لحد ما بيمتص. طيب يبقى المشكله في الخليط نفسه. احنا ممكن تقولي لي مقاديرك؟ لا انا عايز اعرف من حضرتك المقادير، معلش انا بطلع شط من عينيا. حاضر. سكت كده لان انا النهارده عيد ميلادي وعايزه اعمل حاجه حلوه. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم، يديم عليكي الصحه والعافيه. من عينيا حالا اقول لك الطريقه. حاضر هقول المقادير. حاضر. شرفتيني يا فندم، شرفتيني مدام احلام، اشكرك. طيب بصوا بقى، انا خلاص حطيت اهو، هبدا احط الكريمه بقى الاول. بسم الله. كده وهزود شويه ميه صغيرين، خلي بس الخليط كده ايه، وادوق تاني الملح والفلفل. بس كده. لو عندنا مكعب مرق او شويه مرق هحطهم، ما عنديش خلاص. وبعدين هنزل المكرونه واحط عليها في الاخر رشه ملح وفلفل وجوز الطيب، تبقى كده المكرونه لطيفه جدا، طعمها كمان حلو قوي. بسم الله. كده اشوف الخليط. احنا كنا عملنا في رمضان كنافه بسبوسه كانت بالحليب المكثف، بس احنا هنعمل البسبوسه مش بالحليب المكثف بقى المره دي، كانت ثلاث مكونات وكانت سهله، وناس الحقيقه يعني ايه اللي ما كانوش بيعملوا فعلا البسبوسه عملوها ونجحت جدا. لكن هنعملها بالطريقه العاديه البسيطه. هقول لكم دلوقتي المقادير. حاضر من عينيا. هقلب بقى كده رشه الملح والفلفل، ولو في رشة جوز الطيب احط. تغيير وتجديد. ومكرونة يعني اتمنى ان يكون طعمها مناسب. خليني اشوف الطبق. السمع تقريبا، السمع بقى سن، السن له حكم تقريبا، استحملوني. اهي مكرونه بالسبانخ والمشروم. خليني انضف حواف الطبق. لا هسيبه. البانيه جنبه ونبدا نقول في مقادير الرموش الست. وهنقول حاضر البسبوسه مش هنسى، ما تخافوش بعد الفاصل، بس اما ايه نقدم طبقنا اللطيف ده. وده طبق البانيه. معانا مدام زيزي من اسكندريه، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. مره اتكلم مع حد في التلفزيون بصراحه. يا حبيبه قلبي شرفتيني والله، تسلميني. ربنا يخليك يا رب. واول مره صراحه اتفرج على البرنامج وعماله ادور عليه. يا حبيبه قلبي احنا موعدنا من السبت للثلاث من 5 ل 6 على قناه المحور. تمام، شاكره قوي. لو سمحتي بس سؤال كده، يعني الطريقه اسهل طريقه للكيكه. للكيكه. حاضر. اسهل طريقه. حاضر. وليه ليه لما بعملها مش بتنفع؟ بحس ان هي بتبقى ممكن يكون نوع البيكنج باودر اللي بتستخدميه مش حلو او مش فعال. طب اعرفه ازاي اللي هو كده؟ او لازم تجربيه، ليه تجربه. وبعدين نوع الدقيق مهم كمان، نوع الدقيق خلي بالك. بس انا هقول لك دلوقتي طريقه سهله حالا بعد ما تقفلي. هقول لك طريقه عاديه الكيك بالفانيليا، هقول لك لو عايز تعمليها بالشوكولاته هتعملي مكانها ايه. وبشكرك على يعني اتصالك وتحيه لكل اهل اسكندريه. طيب بصي، اسرع كيك يعني هو اربع بيضات اربع بيضات عليهم كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه من الزيت. بضرب البيض الاول مع كوبايه ونص سكر مع الفانيليا، اضربهم كويس جدا ما يبقى فوليوم كده ويفتح لونه. هنزل بكوبايه واحده بس من الزيت النباتي، وبعد كده عندي كمان كوبايه من اللبن لو هعمله بالفانيليا، وبعدين عندي 3 كوبايات من الدقيق مع كيس كامل بيكنج باودر 10 جرام. واختاري نوع كويس، لو عايزه تساليني قولي لي وانا اقول لك الانواع ايه على الصفحه. هتخلطيهم مع بعض وتدهني القالب بتاعك بالزيت، وبعدين ممكن تبطنيه بدقيق او تبطنيه بورقه زبده. صبي الخليط بتاعك، الخليط ده يعمل قليبين حلوين متوسطين او صينيه كبيره. لازم الفرن يكون سخن من قبل بربع ساعه 180، تحط على الشبكه في النص، تفتحيش قبل 35 دقيقه ابدا الفرن لحد ما تعلى معاكي. ونغير نوع البيكنج باودر ونشوف كده الاخبار هتبقى معانا ايه. طيب انا هطلع فاصل، اسمحوا لي مشاهدينا الكرام، ونرجع بعد الفاصل مش ناسيه طريقه البسبوسه هقولها، ونكمل باقي وصفتنا لباقي رموش الست. فاصل ومستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا عملنا البانيه، عملنا المكرونه اللي بالسبانخ والمشروم يعني والخضار. هنعمل دلوقتي رموش الست بطريقه لطيفه جدا وبسيطه، لكن خليني في الاول اقول لكم البسبوس. طبعا في 100 طريقه للبسبوس، انا هقول لكم المقادير اللي هي ما بيختلفش عليها اتنين. المقادير البسبوسه دايما السميد لو هنجيبه ناعم هنجيب طبعا نوع يكون كويس من حد كويس، ان في منه انواع في وسط وفي خشن، فنكون حريصين قوي في الحته دي. هناخد كوبايتين ونص من السميد، وعندي كوبايه، انتوا هتقدروا تنزلوه ولا؟ طيب، وعندي كوبايه من السمنه، كوبايه من السمنه 200 جرام يعني. وعندي الجوز الهند، ده اختياري، انا ما بحبش اكتر جوز الهند عشان بينشف، فانا بحط على المقدار الكوبايتين ونص دول بحط يا ربع كوبايه تلت كوبايه جوز هند ناعم. يبقى كوبايتين ونص سميد عليهم تلت كوبايه من جوز الهند الناعم. ايوه انزلوا لو ينفع تنزلوا بيها. طب مش مشكله، الشربات انا هقوله مش مهم. 200 جرام يعني كوبايه سمنه، كوبايه زبادي مش علبه زبادي، خليني اوضح، هي بسبوسه كوباية زبادي مش علبة زبادي، يعني علبة الزبادي تقريبا في منهم 80 جرام، يبقوا علبتين زبادي ونص. طيب عندي كوباية من السكر البودرة أو السنترفيش الناعم، وعندي ممكن أحط مكانها تلت كوباية من السيرب بتاع البسبوسة يكون تقيل، وأحط كوباية لربع سكر، في ناس بتعمل كده، ونص كوباية من الدقيق العادي بخلطه مع سميد البسبوسة، يا إما يبقوا تلت كوبايات من سميد البسبوسة يا يبقوا كوبايتين ونص سميد لنص كوباية دقيق. عندي كوبايه سمنه او زبده، الاثنين مفيش مشكله، وكوبايه سكر بودره او سكر سندرافيش ناعم، ومعلقه صغيره من الفانيليا ولوز عشان التجميل. انا باخد المكونات السائله اللي هي الزبده مع الزبادي، بسيح بدوب الزبده اسيحها، وابدا اخلطها مع ما بحطش عليها زبادي الاول، بخلط الزبده الاول او السمنه مع السميد، ابسها كده بايدي الاول اشربه كويس جدا منها، وبعدين بقى اخلط الزبادي واحط على السميد. ده طبعا بكون حاطه عليه الجوز الهند لو انا هستخدمه دقيق وسميد وجوز هند، او هستخدمه سميد بس 3 كوبايات لو، او 2.5 الايه لنص كوبايه من الدقيق، واخلطهم كلهم مع بعض وانزل عليهم بالزبده او السمنه المذابه، وبعدين اضرب الزبادي بره واخلطه. انا مش عايزه اخلط البسبوسه كتير خالص، هبدا اجيب صينيه البسبوسه اللي هي ارتفاع سنتي او سنتي ونص، هدهنها بالطحينه خلاص، او هدهنها بالسمنه
وبعدين ابدا افرش خليط البسبوسه. انا مش عايزه بقى ادقها، انا هخبطها كده على الرخامه، هحط كده بالسكينه اخططها كده كتقطيع، احط فيها اللوز. الشربات عندي على النار، انتوا عايزين سيرب تقيل يعني 2 كوبايه سكر لكوبايه ميه، 2 كوبايه سكر لكوبايه ميه، عليهم عصير ليمونه، عليهم رشه من الفانيليا، ممكن مكان عصير الليمون ربع معلقه ملح ليمون. خلاص هسيبه يغلي على النار في الوقت اللي تكون فيه انا مسخنه الفرن عشان ادخل فيه البسبوسه 180، ممكن ل200 مفيش مشكله. هتدخل اول 5 دقايق 200، اهدي النار 180، هتبدا تاخد لها 20 دقيقه 25 حسب حراره الفرن نتابعها. وبعدين اول ما يدي اللون اللي من فوق كده الذهبي الحلو تطلع البسبوسه. السيرب عندي سخن والبسبوسه سخنه، هروح ضايفه السيرب على البسبوسه وغطيها وسيبيها في جنب ربع ساعه نص ساعه عشان تطرى بس كده. طيب نبدا بقى نقول مقادير مدام سميره. يا اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. حبيبه زي. قلبي مدام سميره، ازي حضرتك؟ يا حبيبي لازم اتصل بيكي كل يوم طبعا، وانا ما اقدرش ما اسمعش صوت حضرتك والله. الله يخليك يا حبيبتي، تسلم ايدك طبعا. تسلم. على كل حاجه بتعمليها. تسلمي حبيبه قلبي مدام سميره. بصي يا حبيبتي انا عملت بجفف العنب حلو عشان اعمله زبيب. كويس. لان انا كنت طالباه منك. عملناه. ايوه ما انا فاهمه. خبر ما قدرتش بعمله. انا عملته بس لسه طبعا. لسه ياخد كام يوم في ياخد التكفيف بتاعه؟ لو لا ممكن ياخد اسبوع لو العنبه كبيره زي اللي انا عملته. يوصل لاسبوع. العنب البناتي الصغير. لو حضرتك عاملاه الصغيره ممكن ياخد له 4 ايام 5 ايام. وبالنسبه للاحمر اللي هو البناتي برضه الاحمر. خلاص ياخد له في الرينج ده لحد ما حضرتك تحسي انه تمام. انا هحطهولك على الصفحه طبعا. يا سلام. يعني قبل وبعد. خلاص اتفقنا وانا منتظر عشان التطبيقات الجميله دي اللي بتسعدني ان شاء الله. بس عايزين مربة التين يا حبيبي، احنا كنا طالبينها وما عملتيها. يعني هو انا عملتها في حلقه مسجله، انا نوتي. نوتي جدا انا، بس هعمل حاجه تانية. نعمل نوع من انواع المربى ونقول على مربة التين عشان خاطر عيون حضرتك. بقول لك بالنسبه لمربة الكريز حلوه قوي، اعمليها. طب الحمد اعملها. الكريز موجود دلوقتي. موجود من عينيا مدام سميره، ونعمل صنف حلو بالكريز بقى بما ان حضرتك بقى ايه يعني اتحفتينا بقى بالوصفه الجميله دي، فخليني اقول لكم احنا نعمل وصفه من الكريز الموجود، كيك رائع وكيك مشهور جدا بالكريز. طيب وبعدين نعمل كمان مربة الكريز، ايه رايكم؟ خلي اليوم ده حلقه خاصه بالكريز لحضراتكم. طيب نقول رموش الست. احنا عندنا كوبايه دقيق، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، بيضه، نص كوبايه سمنه طريه، ربع كوباية من جوز الهند الناعم، ربع كوباية سكر بودرة، ربع كوباية من السميد الناعم بتاع البسبوسة، ربع معلقة صغيرة ملح، فانيليا. تاني رموش الست، كوباية دقيق عليها نص كوباية سميد بسبوسة ناعم، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، بيضة، نص كوباية سمنة طرية، ربع كوباية جوز هند ناعم، ممكن اطحنه في الكبة لو هو خشن عندي او في المطحنه، ربع كوبايه سكر بودره، انا عايزه طعمه بس مش عايزه احس بيه قوي، ربع معلقه صغيره ملح والفانيليا. عندنا بقى الشربات عباره عن 2 كوبايه سكر لنص كوبايه ميه، نص عصير ليمونه، ماء زهر او ماء ورد ده اختياري لو حضراتكم بتحبوا طعمه. عندي للوش اللي هدهن بيه رموش الست صفار بيضه واحده عليها ربع معلقه فانيليا عليها معلقه لبن. طيب ده هدهن بيه الوش. نبدا الاول نقول الشربات، انا هعمل ايه في الشربات؟ ادي الميه بسم الله، وادي السكر، وادي عصير الليمون هحطه في جنب هنا كده، هحط الشربات الاول وبعدين نيجي بقى نبدا في المقادير بتاعتنا اللي هنعمل فيها العجينه. بسم الله، هي بسيطة وسهلة ولطيفة، واعتقد ان احنا كلنا عندنا الدقيق، عندنا السميد، البسبوسة. عايزين بقى نبدأ ندخل حاجات بقى صحية وحاجات بالشوفان وحاجات يعني ايه نستخدم فيها بقى دقيق القمح والدقيق الذرة، يعني ايه ندخل بقى شوية وصفات كده مختلفة. طيب عندي الأول ادي بسم الله كوباية الدقيق، السميد، البسبوسة، هخلطهم كده مع بعض. خليني اهدي عشان هنا عندي نار عالية قوي، هخلطهم كده مع بعض. هحط رشة الفانيليا الأول اللي هنا مع الخليط ده، وبعدين السكر البودرة، خد معلقة كده أقلب بيها،
اخلط المكونات الجافه، هيحط اهو جوز الهند كده، دول مع بعض. هنا عايزه اخلط بس السمنه مع ال مدام مديحه. اهلا وسهلا. عندي اختيارين، اما اني احط السمنه مع السكر الاول واضربهم مع بعض واضيف البيضه وانزل كده، يا اما انا اعمل ابس السمنه من خلال الدقيق والسمين، وانا بصراحه حابه اعمل كده. اتفضل مين معانا؟ مدام مديحه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ايه الحاجات الجميله دي؟ ربنا يخليك يا فندم، تسلم ذوق حضرتك والله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. شوفي انا عندي سؤالين. اتفضلي. الاولاني جاوبتيني على الصفحه، بس انا عايزاه فيديو الحلقه زي ما حضرتك وعارفين بيها الجاتوشه توب بانيه. من عينيا اول حاجه حبيبتي. كلام عينيك، كلام لعينيك. الحاجه الثانيه انا عندي الولاد خربوا جيبي بسبب البطاطس المقليه بالموتزاريلا. اللي هي السوري. تمام. مشهوره في بعض محلات سوريه في اسكندريه. حل. تمام؟ ليهم بهارات بيحطوها يا شيف مش قادره اوصف لحضرتك على جمالها. صح اصلا. اعرفها من حضرتك بقى. حاضر، انا بقى اقول لك على حاجه، انا هسالك بقى حد حبيبتي شيف سوريه واعرف لك ايه اللي هم من عندهم وايه اللي احنا ينفع نحطه من عندنا. عشان بقى اجاوبك على السؤال حقيقي، زي ما كده انا كنت عامله حلقه ودي برضو حضراتكم اكيد هتشوفوها. من الحلقات اللي سجلناها الحاجات اللي هي فراخ المقرمشه والرز الريزو الخاص بمجموعه محلات امريكانا، وانا اتصلت سالت الناس اللي جوه فعلا قالوا ان لازم تعرفوا ان 7 مصانع او 6 مصانع بتصنع، كل واحد بيصنع حاجه صنف واحد من الخلطه اللي بتتحط على الدجاج المقرمش ده، كل مصنع خاص بيها، وال7 مصانع بيجيبوا الحاجه بتتخلط بمقاييس يعني معينه، ما حدش يعرف الريسبي دي. بتتباع عندهم كده، بتبقى في اكياس كده، يعني هم لو هو شغال جوه المحل وحد نفسه يعني ياخد شويه يقول لك حتى في البيت مراتي ما عرفتش تعملها. الراجل فسالته على رز الريزو، انتوا بتحطوا صوص ايه على الرز الفراخ من فوق الدجاج المقرمش ده؟ قال لي ما بنحطش غير 2 صوص بس، الباربيكيو صوص والهوت صوص بس. يعني ما فيش بقى اورشستر، قال لي لا ولا كل الحاجات دي حضرتك ما بنحطش الحاجات دي خالص. خلاص؟ فانا هسالك حد من عينيا الاثنين على موضوع ال، خليني بس اكسرها هنا عشان اطمن عليها واحط عليها الفانيليا. تمام. اسالك حد سوري، لان خلي بالك احنا السوريين اللي فاتحين هنا حتى بيتعاملوا في الحلويات، خدي بالك ان الاجبان العكاوي والحاجات اللي بيستخدموها والجبنه القشقوان دي غاليه جدا عندنا، هو مش هيقدر يواكب انه يجيبها من مصر، هم عندهم ارخص. فهم بيجيبوا الحاجات دي بيستخدموها هنا، حتى المحلات السوري المعجنات، عشان بس تبقوا يعني حضراتكم ايه معايا في الموضوع. طيب اهو خلاص انا مجهزه العجينه، والله انا كل الفكره بس ان انا اهي وانا مجهزه جزء وهوري حضراتكم، هي اسهل من السهوله. بس منديل اهي العجينه بسيطه وجميله ونقدر نشكلها، اهم حاجه ان هي ليها شربات. انا مع ان اي شربات يدخل في حاجه فيها سميد بسبوسه بيبقى دافي بس شويه، فاتر فاتر شويه، انا مش عايزاه يبقى بارد، انا عايزه السميد ده يتفتح ويشرب. اهو ادي العجينه، المكونات اللي احنا قلنا عليها لحضراتكم اهي، وادي العجينه لطيفه اهي. هبدا بقى اخد العجينه دي كده دايره منها اللي عايز بقى. بص هي ليها طريقتين، طريقه زي البيضاوي كده، الشكل البيضاوي تبقى عامله كده كده مثلا زي الرمش، يعني زي الرمش، وبعدين بيعملوها كده بالسكينه كده، يعملوا فيها كده حاجة كده في النص وتترص على الصاج. فين الصاج؟ اهو دي عجينة انا مجهزاها، احنا بقى عايزين نسيبها ترتاح شوية، ما ترتاح شوية هتلاقوا السميد ده غمق سن. ادي دي طريقة مثلا، يعني انا بحب اعملها دوائر، ان هي بتتباع في كل محلات الحلوانية دايرة وبتعجبني جدا لانها بتبقى لطيفة جدا وسهلة جدا. وهو انا مجهزة شوية كمان اهم هناك كده، خلاص هعمل بقى بالشوكه عليها مثلا. العجينه اول ما هتقعد شويه هتغمق سنه، ده عشان التفاعل طبعا بتاع السمنه مع السميد والدقيق، اهو على ورق زبده. طبعا دي هدهنها بفرشه اهي، انا مجهزه الفرشه اللي بقول لحضراتكم عليها اللي هي فيها صفار بيضه، معلقه لبن، رشه من الفانيليا اهي، اعمل كده.
خليني بس الاول ايه اديها تشريطه بالشوكه على خفيف كده، يعني ادي شكل كده كده كده، بصوا حاجه خفيفه وهي طريه كمان بتثبت فيها اكتر اهي. بصوا دي خليها زي ما هي لان ده شكل مختلف للي حابب يعمله كده اهي ظهر الشوكه. وبعدين ادهن كده على الوش، تدخل فرن على 180. انا الشربات عندي بدا يغلي خلاص، ههدي النار من بعد الغليان 5 دقائق الشربات يكون خلص. اعد من بعد ما يغلي 5 دقائق على الساعه الشربات يكون خلص، اطفي عليه. خلاص انا مجهزه شويه هدين عشان اول ما تطلع سخنه حراره 180 على الشبكه في النص تحمر وتاخد اللون اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي، اروح صب عليها ومغرقاها في الشربات اول ما تطلع من الفرن تشرب بقى وتبقى جميله. وناخدها اوريكم بقى ملمسها عامل ازاي. هي كده اهي، اخد بقى الصاج ده احطه في الفرن بسم الله كده حراره 180. هوريكم بقى الشكل احنا اللي عاملينه في البيت، احنا اللي يعني ايه متحكمين في الادوات والحركات. نوع السمنه الحلو بتاعنا حاجاتنا، انا مش عايزه المس الطبق هسيبه لحد ما ايه ننقله. ممكن بقى نجملها بشويه جوز هند كده حلوين اهي كده، وادي رموش الست. الشكل اللي يعجب حضراتكم وترتاحوا في انكم تعملوه مدور او واخد شكل معين براحتكم. اتمنى يا رب تكون حلقتنا يعني خفيفه على قلوب حضراتكم، قدرت ان انا اجاوب على الاسئله البسيطه اللي حضراتكم سالتوني فيها. اتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، وسعيده جدا بتليفونات حضراتكم واتصالاتكم بيا. بشكركم شكرا جزيلا جدا، تحياتي واحترامي ليكم من خلال برنامجي مطبخ عظيمه من خلال قناه المحور. من هنا لبكره اشوف حضراتكم على الف خير وسلامه، واستودعكم الله. السلام عليكم.